بدنا نمسي أو نصبح على ضيفين الموجودين بالاستوديو بداية. صباح الخير سيد خالد الأحمد، مستشار ومدرب إعلام مجتمعي ومؤسس ورئيس مجلس إدارة دي جي أربز. أهلا وسهلا فيك على راديو فن. صباح النور، كيف الحال؟ تمام، أهلا وسهلا. كمان بدنا نرحب بالسيد زامل صفوان، استشاري إعلام اجتماعي ومتخصص في الدراسات الاستراتيجية وأحد مؤسسي عمان تي تي أو عمان تيك تيوزداي. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. كيف حالكم؟ الحمد لله. الموضوع على فكرة زي ما حكينا قبل شوي، يمكن الموضوع ما بلشنا نعدله وحكينا انه سهل راح يكون، بس لا، طلع متشعب كتير والمواضيع اللي من وراء السوشيال ميديا جدا صارت كبيرة وصارت كتيرة كمان. بدنا نحاول اليوم نحكي عنها، نجملها، نشوف وين رايحين احنا كمجتمع. هل رايحين للطريق القويم والسليم ام احنا رايحين بانحدار باستعمال السوشيال ميديا؟ بداية سؤالي الاول راح يكون للسيد خالد الأحمد. بدي لما نحكي شبكات تواصل اجتماعي، لما نحكي الكلمة هاي تحديدا، بيروح فكرنا لفيسبوك، لتويتر، لإنستغرام. هل هدول هم ولا في أكتر من هيك؟ لا، في أكتر أكيد. في كمان شبكات داخلية جوا الشركات، مثل مثلا يامر. يامر نعم، على وهي هذه مثل الفيسبوك بس فقط للشركات، فممكن الشباب يشتركوا فيها والموظفين، بس بتكون بس لإلهم وما في حدا تاني له أكسس لإلها غير الموظفين الداخليين. في كمان الموبايل أبس، عندك زي الواتس أب يعتبر شبكات اتصال اجتماعي. في عندك المدونات، البلوجز برضو، فمتشعب كتير وكل يوم بطلع شغل جديدة. مثلا عندك الفاين طلع مع التويتر، الانستغرام واخدته الفيسبوك، ففي متشعب وبيطلعوا شغلات جديدة كل فترة. اللي حكيت عنه أول واحد اللي هو يامر، هذا مجاني يعني؟ مجاني نعم، بفوتوا الموظفين بيعملوا لهم شبكة لحالهم بالضبط، وما في يعني زي واتساب جروب، يعني هي زي الفيسبوك بس مش عامة، مش كل الناس بيشوفوها، فقط الموظفين الداخليين، كل واحد له بيج وكل واحد بالضبط. طيب، مستشار إعلام اجتماعي، هل هذا علم جديد؟ هل يدرس؟ أكيد. هلا احنا يعني مش علم جديد، يعني من فراغ، هو علم متطور. في عندك الإعلام التقليدي وفي عندك الإعلام الاجتماعي، وإله سلوكياته وإله قواعده الخاصة. أيام زمان كان الإعلام والمحتوى منتج من مكان واحد، من مصدر واحد، من الإذاعة، من التلفزيون، من الشركة فقط، هو الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد بالضبط. فكنا احنا كمستخدمين احنا ما كنا متلقين للاعلام. هلا بالوقت الحالي بالاعلام الاجتماعي بالسوشيال ميديا صرنا احنا منتجين للاعلام. فهلا بما انه صرنا منتجين، ايش القواعد، ايش السلوكيات، لسه ما حدا بيعرفها. فهلا في عم بصير ناس متعلموا من اخطائهم، من تجاربهم. حلو. وعم بينزلوا باستشارات وقواعد وسلوكيات جديده. حلو. بدي اسال سيد زامل، في معلومات واضحه عن اعداد واعمار المستخدمين في الاردن للسوشيال ميديا؟ في اعداد، ممكن اعطيك فيسبوك. خالد اليوم عمل لستة. حلو. ان على الفيسبوك تقريبا 3,400,000 من مستخدم نشط، مستخدم مش نشط، مستخدم على الفيسبوك. مسجل يعني؟ مسجل. حلو. وعلى التويتر عندنا 161 نشط على التويتر. 161,000. الحلو كمان في الإحصائية تبعت فيسبوك، 70% منهم أعمارهم تقل عن 35 سنة. ومن تبدأ من؟ من 18. هي تبدأ بس هي بالعادة في ناس يعني بفوتوا صغار 13-12 سنة بيفتحوا، طبعا بأعمار مزورة للأسف. نعم، موجود منهم أعداد كبيرة عالميا. نعم، وبالأردن موجود وبالعالم. نعم. طب إحنا بالأردن هل إحنا شعب مستهلك لهذه التكنولوجيا فقط ولا شبكات التواصل الاجتماعي؟ احكي لك شغله، في كمان احصائيه شفتها، الاردن اكبر بلد عربي من حيث البنتريشن. عندهم 88% من مستخدمي الاعلام الاجتماعي بالاردن من تعداد مستخدمي الانترنت، مستخدمي الانترنت، مش تعداد سكاني، الانترنت. فاحنا كاردن عندنا بنتريشن عالي جدا من استخدام الاعلام الاجتماعي. طب يعني نستهلك فقط؟ لا، في عندنا مثلا هلا اوكي، استخدام الاعلام الاجتماعي هو مراحل ونضوج. بالكل، كلياتنا، حتى انا يعني وزامل بدينا انه نستخدمه لاغراض ترفيهيه والتواصل مع الناس واجتماعيه. بعدين بصير ايش، تحول ونضوج، اما تستخدمه لتستفيد، لتقوي مهاراتك، تكون مثلا ثوت ليدر بمجال معين، الناس يعرفوا عنك،
تحضر لعملك المستقبلي، تتواصل مع مدرسين جامعة، مع مؤلفين كتب، مع صناع قرار. فنضوج استخدام الإعلام الاجتماعي بيختلف من شخص إلى شخص. وبالأردن إحنا بدأنا من يعني بدأنا من أوائل الدول العربية، والحمد لله في عم بصير فيه شوية نضوج. في سؤال كتير ناس بيسألوا، يمكن حكينا عنه كمان، وكان هيك سيد زامل كان له جواب فيه. يقال إنه شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة أو بأخرى وجدت وتستخدم للجاسوسية. يعني مش وجدت للجاسوسية، بس هي طبعا مؤثرة في هذا الناحية. أنا ممكن اليوم بدي أعرف معلومات عن خالد، بدخل على تويتر وفيسبوك، بأخذ معلومة كافية عنه، بعرف تحركاته، وين بروح، وين بيأكل، وين، متى كان مسافر، متى كان في المطار، كان بيجيب حدا، كان بوصل حدا، يعني معلومات ممكن. هلا خالد يعني مثال لا يحتذى يعني بالنسبة للموضوع هذا، لأن أنا لما رحت سافرت على تركيا الأسبوع اللي فات، لما رجعت الناس كلهم حكوا لي شكرا، لأن إحنا حسينا حالنا مسافرين معك. صور كل إشي، وثقت كل حركاتي بتركيا، فهذا مش مثال كويس. بس انا عندي اعتراض على كلمه جاسوسيه. هلا احنا زي ما حكينا، احنا هلا صرنا منتجين المحتوى. هلا جاسوسيه مش بمعنى الافراد، يعني بمعنى اوجدتها دول هاي شبكات التواصل الاجتماعي. بس انا اللي بحكي لك اياه انه هلا احنا بنحكي عنه جاسوسيه، بس الشركات الكبرى شو بيحكوا عنه؟ بيج داتا. هلا احنا كل شخص له بصمات رقميه على السوشيال ميديا، على الديجيتال، كل إشي بيسوي، ويب سايت شفته، مكان رحته، شغل اشتريتها، صورة بعتها، كل هذه بصمات لك. فهاي المعلومات الكبيرة هلأ عم بصير بالوقت الحالي كل الشركات الكبرى عم تتحاول تستفيد منها وتكون شخصية وبروفايل عنك، فبدهم يعرفوا انت شو بتحب، عشان ليش؟ عشان يسخروها في التسويق. فعم بصير يحكوا بالنسبة للشخص هذا عمره مراهق مثلا بالجامعة، بحب مثلا أنواع التلفونات المعينة، بحب مثلا الأكلات المعينة، فبنقدر إحنا نبعث له الإعلان المختص فقط لإله. فبدل ما أبعث له أنا إعلان عن شغلي مثلا حمل، شو دخله هو بالحمل؟ فبعث له أنا الإعلان المختص بس للبروفايل تبعه. طب كيف بتم الحصول على هاي المعلومات؟ هاي اسمها كلها بيج داتا. فبيج داتا بصير أسوي مونيتورينج، رصد لكل إشي عم بصير. فبصير أنا بخصص إنه هدول الأشخاص، بسوي بروفايلز معينة، مثلا هاي بروفايل الوالدة اللي تجلس بالبيت، هاي البروفايل الوالد اللي بيشتغل، بروفايل المراهق اللي بالمدرسة، مراهق بالجامعة وكذلك. فبصير أنا بعرف إنه هدول إيش المنتجات اللي لهم وبعرفهم. فلما بصير أنا أرصد الناس وحركاتهم وشو عم بسووا وشو البيك داتا تبعتهم، وبشوف سلوكياتهم، ولما بروح على مثلا ويب سايت على ايش المنتج اللي بتطلع عليه، لما اسوي اعلانات بصير الاعلان تارجت لإلهم فقط. فبصير كل واحد بوصل المنتج اللي هو كان بدور عليه لإله. مثال على هيك، انت لما تروح على مثلا امازون تشوف مثلا اي منتج معين بس ما اتممت الصفقة فما اشتريته، فجأة لما ترجع عندك على الفيسبوك بتلاقي اعلان للمنتج اللي انت شفته على الفيسبوك تبعك على التايم لاين، وكمان مرات بيجي بخصم. فانت يمكن شفته 100 دولار بيحكي لا شوي غالي، بوصلك بحكي لك شو رايك، خلص سوينا لك 300% خصم. فهذا ليش، كيف صار؟ لانه عم برصده بحركاتك وكل شيء انت عم تسويه. يعني الرصد هذا بيتم من شركات، يعني مش انه مثلا انت بتفوت على بروفايل الواحد واحد، لا، من شركات. لا من شركات، مش بروفايل، يعني من فيسبوك بتاخذ معلومات من الفيسبوك على طول، من تويتر بتاخذ معلومات من تويتر، ولا كيف؟ صح. هلا تويتر والفيسبوك كلهم مسوين حمايه لنا، حمايه شويه خصوصيه نوعا ما. هلا هم مش حيشوفوا كل شيء عنك، بس بشوفوا سلوكياتك، فهم بيعرفوا انه في شخص بالعمر المعين وحسب المعلومات اللي انت سامح فيها تكون بابليك موجوده، فهم باخذوا هاي المعلومات وبكونوا عليك انت بروفايل. ليش احنا بالاردن اكثر شيء بنستخدم فيسبوك مش رايحين على تويتر؟ تويتر يعني بدا كانه استخدم فقط ل يعني شو بدي اقول، ابدا اقول علي هو اكثر شيء، يعني التويتر اكثر شيء للميديا وللصحافه وللمشاهير وصناع القرار والحكومه والمؤسسات الربحيه. الفيسبوك في بيجي اكثر شيء الطلاب بدايه، بعدين صار في قفزه نوعيه، صار الطلاب، بعدين صار مش البالغين، صار الكبار العمر، صاروا بدهم يتواصلوا مع احفادهم واحفادهم. فبالنسبه لنا احنا كالاردن، احنا عندنا البنتريشن تبع الكمبيوترات
والانترنت اكثر من البنتريشن تبع الموبايلات. بس يعني في ناس بيعزوا الموضوع بحكي لك تويتر هو للناس لرجال الاعمال لناس مثقفين جدا هدول بتجوا فقط على تويتر. هو شوف اما الاثنين ادوات ممتازه ومفيده جدا بس انا بشعر انه في افاده بالتويتر اكثر من الفيسبوك. ليش؟ لانه بالتويتر ممكن اجد الناس اللي بدي اياهم بالضبط بتواصل معه زي كأنه عندي موبايل خاص رقم الخاص لاي شخص بالعالم. فانا عن طريق تويتر ممكن ابعث مسج هلا لاوباما مسج بوصلوا اليرت انه يوصلوا مسج من خالد الاحمد. هذه مش موجود باي مكان تاني بس مش لاوباما شخصيا يعني لفريق السوشيال ميديا. لا بس هو برضه حتى الفريق تبعه عم بديره هو بكون حاطه عنده على البلاك بيري تبعته حلو فبوصل الاليرت حتى لو هو مش عم بديره الفريق تبعه بس الاليرت برضه بوصل. ممكن يرد وممكن ما يرد. لا مش حيرد. في نقطة مهمة بين الفرق بين فيسبوك وتويتر في نظري. فيسبوك فريندز لازم انت تكون صديقي وانا اكون صديقك يعني لازم انا اتحدد لازم اقبل انك تكون صديقي ونشتغل يعني نتفاعل مع بعض فصار اكثر حموميه في العلاقات. تويتر مش ضروري ممكن اكون مستمع من بعيد ل زي ما أو انت معجب انت صار لك سنتين على تويتر مستمع او تقرا مشاهد مشاهد تفاعلك قليل جدا مع التويتر بس انت بتقرا اشياء كثيره موجوده عليه وهذا على فكره عدد كبير من الاشخاص بيستخدم تويتر لهذا الغرض نسبه كبيره جدا قارئين يعني ممكن انت تكتب تويت ما تلاقي احد عمل عليها تفاعل بس هم قرأوها وتفاعلوا ممكن حتى عملوا لها شير لناس تانين بينهم بين بعض من تقول انت ما تعرف عنه. يمكن هون كمان في سؤال هل الـ مثلا على الفيسبوك تحديدا هل اللايكس والكومنتس هي مقياس لعدد مشاهدات او عدد مشاهدات الصوره او عدد مشاهدات الفيديو؟ هي جزء من المقياس في نظري مش المقياس حقيقي لانه ممكن ناس تشاهد من دون ما تعمل اي شيء وهذا عدد كبير من الاشخاص حتى في فيسبوك يعني ممكن اشوف بوست ويعجبني بس انا ما بحب اذكر ان انا معجب في هذا الشيء خصوصا لما يكون راي غريب عن الباقي عن الباقي فانا ممكن مبسوط منه بس ما بدي حد يعرف ان انا بشجع هذا الشيء او حلو يعني حتى قريبا جدا اتوقع من اسبوعين ثلاثه على سمارت فونز اذا شفت الفيديو بيطلع لك عدد المشاهدات الحقيقيه اذا مش يوتيوب ومثلا بيكون لايكس 220 بيكون الفيورز 11000 12000 صحيح فبالتالي مش مقياس. طب بمجتمعنا بالاردن شو اهميه السوشيال ميديا حاليا؟ خالد يا خالد اوكي. هلا السوشيال ميديا هي عباره عن اداه عباره عن اداه مضخمه فإذا أنت عندك مضخمة نعم يعني مثلا كل إشي بنحط كل محتوى موجود على السوشيال ميديا يضخم فمثلا يعني نجيها من ناحية فلسفة هلأ لما أنا أحكي معك وجه لوجه subconsciously أنا بكون شخصية عنك فحسب ممكن باللاوعي لا باللاوعي إذا كان طفل صغير بحكي معه بطريقة غير إذا كان كبير بحكي معه بطريقة غير بالإنترنت بالسوشيال ميديا أنا بحكي مع الببليك مع الجمهور كله فما في عندي أنا صورة مكونة باللاوعي فكل كلامي غير مشفر فكله بطلع مضخم أوكي تمام هاي أول نقطة ثاني إشي مثلاً لما نعرف إيش هي السوشيال ميديا مثلاً بحكي لك واحدة من تعريفات السوشيال ميديا اللي هو word of mouth اللي هو الصيت والسمعة ومش عارف فنفس الشيء إحنا حكينا لما واحد ايام وورد اوف ماث هي احسن ادوات التسويق ايام زمان وما زالت بس هلا مثلا بين الفرق بين الماضي والحاضر انه بالماضي كانت الحلقه تبعت معارفك وعائلتك 5 الى 15 شخص هلا لما تحطها انت بتروح على مطعم بتصور بتحط الصوره فجاه شافوها من 5 الى 15 الف مزبوط اصدقائك واصدقاء اصدقائك ضخمت فكل شيء متواجد على السوشيال ميديا مضخم اوكي من ناحيه المحتوى من ناحيه التسويق من ناحيه كل شيء تمام وهذه فرصتك انت لاي شخص فينا انه هو يستغل استخدامه للاعلام الاجتماعي انه يكون مقسم الى نسب فيحكي شوي مثلا اذا بده هو شوي ترفيهي يحكي ترفيهي بس ما تكون النسبه الطاغيه على المحتوى تبعه تكون النسبه الاقليه بعدين ممكن هو يحكي مثلا انا اهتمامي هلا مثلا انا بالجامعه او انا بعد الجامعه او انا مثلا لسه قبل الجامعه عندي هوايات معينه
فلازم انه هو يستغلها انه يتواصل مع الناس اللي بنفس هواياته، يتواصل مع الناس اللي بيكونوا مثلا بنسميهم ثوت ليدرز، قادة صانعين القرار، صانعين القرار او مؤلفين كتب او مدرسين لنفس اهتماماته او مجاله، فممكن اصحاب الفكر، اصحاب الفكر يستفيد منهم، يتفاعل معهم، ياخذ منهم نصائح. فهذه احسن فرصه انه للسوشيال ميديا يستغلها بالمجالات هذه. وغير هيك برضو ان انا مثلا عندي منتج، انا مثلا قاعد بالبيت وعندي مثلا هوايه اني ممكن اصلح كمبيوترات. ايام زمان اذا بدي اروح انا اسويها كتجاره ما عندي التفاعل الكبير، لازم افتح محل اولاد حارتي او افتح محل او كذا، خلينا نحكي بدي اسويها بالبيت از ستارت اب. هلا بالسوشيال ميديا ممكن افتح انا صفحه على الفيسبوك وافرجي الناس صور ايش انا بسوي، وبشوفوا انا ايش هواياتي وايش بقدر اسوي، احط اعلانات وبيع شراء كمان بالضبط، واسوي تارجت للناس اللي بدي اياهم بالضبط بالمدينه اللي بدي اياها بالضبط. فممكن انا استغل السوشيال ميديا لا تجاره او لا تنميه مواهبي، او لا اني كمان احكي المدير المستقبلي تبعي يشوف انا ايش امكاناتي كشغل. فممكن انا كل كلامي يعبر عن الحياه العمليه او الحياه الشخصيه تبعتي. وهي يمكن بتشوفها صرنا دارجه بعمان، انه صفحه مثلا واحده بتطبخ، صح، واحد بيعمل اكسسوارز مثلا، بالضبط. واحد برسم بيحط لوحاته للبيع، مواقع بيع وشراء وتبديل، يعني كثير صارت دارجه. نعم صحيح، وناجحه بتكون مره. اكيد اكيد. في دوله الكويت الانستغرام، الانستغرام معروف عنه في العالم انه الشيرينج صور، مزبوط، في الكويت بيستخدم الان كاي كوميرس للمبيعات الالكترونيه. زي ما تفضلت، ست بتكون تطبخ بالبيت بتحط الاكلات والناس بيطلبوا كل على الانستغرام من دون ما يروح على ويب سايت. اشخاص بتبيع اشياء الكترونيه، اكسسوارات تليفونات، اكسسوارات شعر، يعني اشياء غريبه بتنباع كلها على الانستغرام من دون ما يكون لا في لا موقع اخر للمعلومه هذه ولا في، كله على وصور، وشايف انت صوريه بتشتريها. لا وفي بعضهم الان بداوا ينتقلوا كمان للواتساب، الواتساب صار وسيله ممتازه للبيع وصار يستخدم، يعني دوله الكويت ممكن اكثر دوله صارت تستخدم هذه الاشياء. صح. هل قانوني واتساب؟ ما يعني ما بعرف انه هو قانونيته، بس هو تول او اداه بتستخدم حاليا للتواصل مع الناس، ومجرد ما بحط رقم تليفونه وبيشهره عند الناس، الناس بضيفوه وبصير يتواصل معهم. والله انا عندي اليوم ايفون 6 سعره كذا دينار. يعني انت بتحكي عن 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 جروبس، لانه عم نشوف حاليا مثلا بالاردن هون صار في شركات بتبعت واتساب زي اعلانات الرسائل. صحيح. القصيره العاديه. صحيح. فهل هذا ممكن يعني لقدام يصير الواحد يبعد عن الواتساب من سبب الازعاج اللي بيجي من وراء رسائل اعلانات؟ ممكن، انا اتوقع انه حيكون في يعني طريقة أنه أنت تمنع هذه الأشياء، أنه ما تتواصل إلا مع أصدقاء عندك موجودين على الموبايل في الأدرس بوك أو في الموبايل نفسه، بحيث أنه ما توصلك رسالة من شخص ما تعرفه. لازم يكون في علاقة بينك وبينه عشان توصل. فهذه أتوقع يعني نكست ستيب حتكون. يعني بالكويت حكيت لنا على إنستغرام، يمكن يصير عنا بعمان قريبا. هو بدأ الآن، بدأ موجود بس الكويت كبيع وشراء. الكويت بشكل كبير جدا يعني صار لهم فترة، وصار يعني الناس بتدور على المنتج اللي بدوره اللي بيحتاجوه من انستغرام أول، وبعدين بروح يدور عليه في أماكن ثانية. أسهل أسهل. بتسأل سيد خالد الأحمد، هل أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مصدر أساسي للإعلام ولا هي لازالت بطور النشوء؟ لا مش مصدر أساسي، مصدر ثاني، بس ثاني بعد الوسائل الثانيه اللي هي التلفزيون والاذاعه والجريده. نعم. انا عندي وجهه نظر ثانيه في هذا الموضوع، خصوصا لو اخذنا تويتر. بعطيك بعض الاوقات بتصير اشياء في العالم زي زلازل، تطلع على تويتر 30 دقيقه قبل الاعلام التلفزيوني فرضا. فهي ممكن تنتشر منها الأخبار أسرع. الأسرع الأخبار الكبيرة، يعني ما بدي أقول المصايب بس يعني البريكنج نيوز تطلع الأخبار العاجلة بتطلع على فرضا على تويتر بسرعة، على الفيسبوك بسرعة، يعني
آخر زلزال صار في كاليفورنيا بعد 30 دقيقة انتشر في التلفزيون. بعد 30 دقيقة بعد من وسائل التواصل الاجتماعي. من وسائل الاجتماعي. فهذا في فرق في الأخبار العاجلة أنها تنتشر بأسرع على تويتر لأنه الناس معاها الموبايل وقارئين للموضوع هذا. حلو. والتفاعل أسرع، يعني هي النقطة اللي ذكرها خالد إنه الناس صارت الآن تتفاعل مع الأخبار. الخبر مش انه موجه من طرف واحد الى الكل. الان صار ممكن كمان الكل يرد على الخبر هذا ويأكد فيه يضيف عليه. يعني اللي خلى تويتر في اخر زلزال فرضا في كاليفورنيا يصير عليه اهتمام اكثر، صارت الناس تحط صور من الاشياء اللي صارت في الزلزال قبل ما التلفزيونات تتحرك. يعني التلفزيونات بطلت اخبار عاجله فيها هذا في بعض الأماكن صح موجود، يعني بياخذ وقت التلفزيون على ما يطلع يجيب سيارة بيطلع يصور بث مباشر، بيكون الخبر انت وصلك على الأقل صور أولية منه. وغير هيك مثلا التلفزيون الأخبار لها أوقات معينة، بس مثلا على تويتر أول ما ينزل الخبر يعني بيكون موجود. ليش نعتبره تاني؟ انت حكيت لي هو يعتبر وسيلة تانية للإعلام مش أساسية. مش يعني هلا احنا لساتنا مثلا كل يوم واحد مثلا هلا الجرايد، الجرائد مثلا موجوده بالاوراق موجوده على الويب سايت. على الويب سايت مزبوط. نعم. ففي مثلا الناس لساتهم متعودين انه توصل الجريده كل يوم على المكتب ويقراها، وفي ناس لا بحكي لك انا بقراها مثلا بالليل قبل ما تطلع الصبح فلسه الاعتماد موجود على الجرائد لسه ما زال موجود. هلا الشطاره بيجي وين؟ انه الاشخاص القائمين على هذه التلفزيون والراديو والجرائد انهم يعززوا نشاطاتهم برضو بالسوشيال ميديا. فمثلا كبرنامج زي برنامجكم انه يكون مثلا في له تواجد ونشاط على فيسبوك انتر اكتف، فمثلا بدل ما حدا يسمعنا على الراديو مثلا ممكن واحد يكون مثلا مش ما عندوش الراديو او فبكون بالشغل بروح بفتح على الانترنت بسمع الفيد او بنزل الاب عندكم على الموبايل وبتفاعل معكم، ممكن يتفاعل بدل ما يتصل يتفاعل يبعث تويت مثلا بكون بشغل او بميتنج. فدائما السوشيال ميديا اعتبرها كفيتامينات للاعلام العادي، منكهات. منكهات. طب انا كمستعمل للسوشيال ميديا كيف بدي اعرف مصداقيه الخبر من خلال فيسبوك او من خلال تويتر او الى اخره؟ هذا سؤال مهم جدا زامل. هي بتعتمد على المصادر، يعني انت لما بتقرا خبر من شخص معروف له ثقه في الاخبار، وهذه طبعا تبنى مع استخدام الشبكة، شخص او موقع طبعا بتعرف انه هذا، يعني في بعض المواقع بعض الاوقات بيستعجلوا بالاخبار بتكون اخبار خاطئه بيعيدوا تصليحها فيما بعد، فانت بتعرف من استخدام شبكه زي تويتر مين الاشخاص اللي انت ممكن تسمع لهم. بعض الاوقات بتكون اخبار طالعه من نفس المركز او من نفس نفرض انه في منتج جديد من شركة معينة، فبيكون الخبر طالع من الشركة هذه قبل ما ينتشر على لا كأخبار مثلا سياسية، كأخبار مجتمع، كأخبار هي تعتمد على الحادثة نفسها. في طبعا بعض الـ 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 الأشخاص بيكون عندهم حسابات موثقة فبتعرف أنه هذا هو زامل مش موثقة شخص. يعني اللي ما بيعرف موثقة شو يعني موثقة؟ موثقة يعني أنه هذا تأكدوا شركة تويتر أو شركة فيسبوك من الشخص هذا أنه هو ما يدعي اسمه، يعني أنه هذا زامل الشخص الحقيقي، هذا الشخص الحقيقي اللي اسمه زامل صفوان، فكل شيء بيكتبه الآن هو بيتكلم بهذه الشخصية. وهذه بتكون عادة للأشخاص السياسيين، الأشخاص اللي لهم يعني وزن في المجتمع، بحيث ما يكون أحد يقلد الأسماء هذه. وفي طبعاً أشياء مقلدة كثير في تويتر، وفي حسابات تستخدم للسخرية أو تستخدم يعني نشر أخبار مش حقيقية. الواحد كمان لازم ينتبه. ممكن هذه النقطة اللي كان يذكرها خالد إنه هو ثانوي لأنه التوثيق فيه صعب شوية. تمام. بدنا نروح لفاصل صغير وراجعين مكملين وجهة نظر لساعة واحدة، خليكم معنا. Are you ready? Oh, oh. That's right, y'all. خدي. أنا ماليش أكاونت على الفيسبوك اسمع من مكي، خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك إنه فيسبوكي، حاول تحلق له تفضله فكك منه أو فوكي، مهما قالك وحلف لك وبعت لك سكو أو سوكي. أنا ماليش أكاونت على الفيسبوك اسمع من مكي، خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك إنه فيسبوكي، حاول تحلق له تفضله فكك منه أو فوكي، مهما قالك وحلف لك وبعت لك سكو أو سوكي. لازم نلفت بالليل أجيب فول بيت زبادي وفين، العيال
العشا الرسمي في مصر طبعا كلنا عارفين. قابلت واد فائد بالحتة وفقري واسمه نينو، معمي مية ودخان وبيزي يخرب بيت سنينو. قال لي ينفع يا ميكي على الفيسبوك اعمل لك اد، انا واحمد معتز وطارق ميكي بك وعماد، وانت تنفض لنا التنفيضة السودة دي خديار. اعمل لنا اد، اعمل لنا تهزي ولا بتتكلم جد، انا من زمان بيني وبين الفيسبوك بيتزا دوسات، اخري كان الهاي فايف يمكن والاي سي كيو. هتقولي عندك فيسبوك هقولك دام يو. خد من ايدي البيت ويوريني اصل الموضوع، قام فاتح الفيسبوك فلقيت 30 اكاونت مصنوع، حاطين صورتي وكاتبين اسمي وعاملين نفسهم انا، وكل واحد فيهم بيكلم الاف في السنة. حموت واعرف بيقولوا ايه للناس على لساني، في حاجة تخوف ترعب حط نفسك مكاني، لسه ما فقتش من الصدمة امنينه وراني حاجة تاني. فتح لي على الفيسبوك فان بيج فيها 100,000 فان، كاتبين كلام جميل خلى قلبي مرفرف فرحان، شكرا لكل اللي كتب ان كان ليدي او مان. ملحقتش افرح راحت الفرحة بقيت قاعد غضبان، اصل لاحظت ان اللي عمل الصفحة عيل كتيان، متقمصنه بيتكلم زي دبور في المرجان. كبر جيهك روق ديها تخبط دي يا مان، سرطاتك بابا غنوجك واضرب لك خبور كمان. ركزت قريت كل اللي كتبوا الواد ده لقيته هباب، دخلت في لحظة كتبت في كل صفحة ده واد نصاب، مسح اللي كتبته بسرعة ورد وقال هو الكذاب. فجأة الكل قفش كسر كان ناقص يرموني قباب، وبعت لي شتيمة عمل لي بلوك وطردني طرد كلاب. يقطع النت على النتيت على عينت وعليه عليه يرمى. دورت بس لقيت صفحات على النت باسم كتيرة، كل ما افتح صفحة الاقيها مليانة فتاوي كبيرة، اخبار حصري على لساني متكسر قدامي تأشيرة، وعلاقتي بالناس دي زي علاقة الدولارات بالليرة، معرفش عنهم حاجة ولا حتى بتجمعنا الجيرة، ربنا يشفيهم دول ناس عيانة مش ناس شريرة. كل ساعة بتصريح من فابريك ليا وكله حماسة، اجي فنو اجي اخبار شخصية وفتي في دين والسياسة، الاغرب اني بلاقي ناس عقلة كبيرة وبتصدق وبتاخد كل اخباري المكذوبة منهم وتفرق، والفتية بتفضل تكبر تنتشر تضخم تترستى، تتزوق تتروق تترقق لإشاعة وتتصدق، تاني يوم بلاقيها بتتأكد أخبار فنية تشل، فوقفت مع نفسي وقفة طويلة ولقيت الحل، قررت أعلن في أغنية إني ماليش أي أكونت أو سايت، لو قابلك أي ميكي على النت قول له جود نايت. أنا ماليش أكونت على الفيسبوك اسمع من ميكي، خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي، حاول تحلق له تنفض له فكك منه أو فوكي، مهما قال لك وحلف لك وبعت لك سكو أو سوكي. أنا ماليش أكونت على فيسبوك اسمع من ميكي، خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي، حاول تحلق له تنفض له فكك منه أو فوكي، مهما قال لك وحلف لك وبعت لك سكو أو سوكي. الويب سايت الوحيد اللي فعلا بتاعي www.mickeyforreal.com، أي حاجة تانية على النت حمادة بالجنزبيل ميكي فويستي بوي اللي جابك. طيب رجعنا من جديد، إذا مع وجهة نظر أكيد نكمل معكم على الهواء مباشرة عبر راديو فن 0656900095 facebook.com/radiofan أو من خلال مسجات زين أورنج أمنية 90888. مكملين مع ضيوفنا من داخل الاستوديو السيد زامل صفوان والسيد خالد الأحمد. من جديد نرجع لموضوع السوشيال ميديا، وبدنا نرجع لحرية السوشيال ميديا، حرية الشخص اللي بيستعمل السوشيال ميديا. هل أنا حر أعمل اللي بدي إياه ولا هل أنا مش حر أعمل اللي بدي إياه؟ هلا انت حر تعمل بدك اياه بالسوشيال ميديا وبر السوشيال ميديا، صح؟ مزبوط. والحريه مقابلها ايش؟ المسؤوليه. 100%. فانت مسؤول عن كلامك، انت حر تحكي اللي بدك اياه بس مسؤول عن كلامك. فاذا انت مره حكيت مثلا انه اعطيت رايك بموضوع معين، انت هلا عرضه انك انت خليت الناس يحطوك بخانه معينه، ولازم تتحمل المسؤوليه هذه. فمره ليش انت مثلا اذا انا عندي راي معين بشكل متطرف، ليش أبدي رأيي للعالم كله؟ وليش أخلي مثلا شخص ممكن يكون مدير المستقبل يأخذ فكرة عني ممكن يكون صح ممكن يكون غلط؟ وإذا حكينا من الأول السوشيال ميديا مضخمة، ممكن يكون أنا ما قصدتهاش حكيتها هيك وطلعت يا ما صارت بالضبط. فمهم جدا أنه أنا كلامي يكون مشفر على السوشيال ميديا. مهم يعني بين قوسين مش أخذ راحتي. مش أخذ راحتك لأنه أنت هذا مو تشات، هذا مش بغرفة تشات بينك وبين أصحابك وبينك وبين زملائك، أنت عم تحكي مع العالم كله، أنت هذا أرشيفك الأبدي ولن يزال، ما في ديليت لإله كمان. يعني هلا عم تطلع قوانين أنه عم بصير لازم يكون عندنا حق ديليت، بس للآن يعني ما لسه مش موجود، مش موجود. حتى لو وجد هذا صعب، لأنه في شركات، يعني بالنسبة لأخذنا مثال تويتر، في شركات كثيرة الآن بتسجل كل ما يكتب على تويتر،
ويعملوا عليه دراسات ويطلعوا منه يعني يؤرشف ويؤرشف. في دراسة أخيرة الآن بتقوم فيها MIT جامعة MIT في أمريكا بتمويل من تويتر نفسه. أعطوهم أعتقد 20 مليون دولار أو 10 مليون دولار لدراسة كيف الناس تكتب على التويتر, وعطوهم كل ما كتب على تويتر يعني تيرابايتس اوف كل أرشيف تويتر, كل أرشيف تويتر عشان يعملوا عليه دراسات وطلعوا منه دراسات معلومات أكثر. طيب على فرض إنه حد عم يسمعنا هلا حكى لك لا أنا حر بدي أكتب بدي إياه, أنا بدي أعطي وجهة نظري لو كانت متطرفة, هذا شو ممكن يصير فيه؟ يعني لوين ممكن يؤدي تؤدي حريته اللي هو مصمم عليه؟ لا هو حر بيقدر يكتب بدي إياه صح, أو حدا حيحاسبه. بس وين راح توديه؟ هلا هو حط حاله بخانة معينة. فمثلا يمكن في بعض فرص العمل الناس يتجنبوه لأنه برأيه. أحكي لك شغلة, هلا الناس لما أنا أقدم على عمل الناس بتطلعوا على السي في تبعتي, السيرة الذاتية. هلا الناس بتطلعوا على التايم لاين تبعي على الفيسبوك على تويتر, عم بشوف إيش نوعية الحوار اللي أنا توجهاتي وحواري. فهاي موجودة, مش هاي بالمستقبل, لا هاي هلا موجودة. إنه أنت لما تروح تقدم على شغل الناس بتطلعوا على الفيسبوك تبعك على تويتر تبعك, إيش نوع كلامك, بذيء ولا لا, متطرف كلامك ولا لا, كيف بتسوي صداقاتك على أساس هم. هلا المهم جدا الذكاء العاطفي بالعمل أكثر من هو السكيلز تبعتك. فبدهم يشوفوا إنك أنت عندك هالشغلة هذه ولا لا. في ناس كتير بكون بمزح على التويتر أو على السوشيال ميديا وطلع الكلام بضخم عنه وهو مش قاصد, بس هذه منعت عنه وظيفة معينة. طيب هل أنت مع مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وتقييد الحريات عليها أو لا؟ لا 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 أكيد لا أبدا. لا 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 مهما ممكن تؤدي لمشاكل لمشاكل سياسية اجتماعية, لا كل واحد حر بحاله. كل واحد يكتب, هلا كل واحد حر يكتب اللي بده إياه ويكون عنده المسؤولية الكافية إنه هو يتحمل مسؤولية اللي كتبه. والمؤسسات نفس الإشي. نفس الشيء. هلا مثلا أنا ممكن في كتير ناس كتبوا بمؤسسات بحكومات, أشخاص عاديين كتبوا محتوى معين أدى إلى فقدان وظيفتهم. فهو يعني أو أدى إلى إنه يصير في عنده مسألة قانونية. طيب هاي الحرية اللي حكينا عنها إنه كل واحد حر بحاله, لكن هل في حاليا اتيكيت أو طريقة معينة لاستعمال الفيسبوك أو تويتر أو كل شبكات التواصل الاجتماعي؟ يعني بنشوف ناس مثلا كل خطوة يعملوها بحياتهم بتكون موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي, وين راح, وين إجا, شو أكل, شو شرب, شلون فنجان القهوة, شلون البلوز اللي اشتراها, شعره حط عليه جل مثلا. لا موجودة وهي حرية شخصية. في ناس بيحبوا, يعني احنا مجتمع كمان بنحب نعرف شو اللي عم بصير حوالينا من اصحابنا الى اخره. في ناس بيحبوا يعرفوا شو عم بصير عند الشخص, لكن هل في اتيكيت معين لاستعمال السوشيال ميديا؟ زامل, هو طبعا في اتيكيت, هي اعتقد بتمر في مراحل, والمراحل هذه مر فيها خالد خصوصا. خالد كان بيعمل شيء, كان يوثق كل شيء, كان يوثق اشياء يعني دقيقه جدا بحياته. وأنا ممكن كمان كنت أعمل أشياء قريبة من ما هو يعملها, بس هو ما شاء الله عليه كان وصل لمرحلة أنه يحدد مواعيد معينة الأشياء. طب ليش خالد؟ لأنه أنا كان نشاطي أكتر شيء بالحياة الافتراضية. أنا عندي حياة افتراضية أكبر بكثير من الحياة الواقعية. فأنا كل نشاطي بالحياة الافتراضية, فبحب دائما أشارك الناس, ومثلا أسوي تشيك أنا موجود هنا, أصور صورة أكلة معينة كذا. فهلأ يعني أحسن من أول, فان شاء الله خير. احسن من اول يعني هون تسال زامل, هي يعني هو قلل من الاشياء اللي بيعملها شير لانه احسن. انا اعتقد احسن, في اشياء مش ضروري الناس تعرفها. لما يكون فيها خبر او تكون فيها اضافه او معلومه, انا ممكن اروح على مطعم اليوم واكل وجبه تعجبني جدا, هذه ممكن بدي اوصلها للناس, اعملها شير. للاشياء هذه صار فيها الان مواقع اجتماعيه مخصصه, يعني في مثال سوارم او فور سكوير, هذا للاشياء اللي تعمل فيها انت تشيك ان وتحدد انه انت مكان موجود فيه. انا موجود في المكان هذا, يعني ممكن بروح على جامعه, والله انا الان في الجامعه بزور دكتور كذا, او انا بعمل محاضره, او انا اليوم لا رايح, يعني مثال يعني قريب من خالد انه قبل 24 ساعه كان رايح المطار, فكاتب انه انا في المطار بس انا رايح اجيب ناس جايين. يعني
معلومة ممكن تكون بالنسبة لي أنا صديقه مفيدة اللي نعرف أنه هو في المطار الآن. الناس تاني يقول لك يعني شو بدي في المعلومة. بس لحظة شوي حكينا المحتوى تبعك لازم يكون في إشي شخصي مش مشكلة صحيح. بس ما يكون طاغي صحيح. فما دام النسبة ضئيلة لا ضرر. لا لا ضرر. طب والإتيكيت تحديدا كيف يجب استخدام الـ وسائل التواصل الاجتماعي او وسائل التواصل هي من اهم الاشياء ان تكون انت تستخدمها بإيجابية باحترام للطرف الثاني مهمة جدا. حتى لو كنت انت انا مختلف معك في وجهة نظر معينة اتعامل معك باحترام واوضح اختلافي مع وجهة نظرك من دون دخول لشخصك او الدخول هذه اهم يعني هذه من اهم الإتيكيت اللي نستخدمه. هذه مهمة جدا لبناء السمعة الإلكترونية أو السمعة على المواقع صار اسمها سمعة إلكترونية طبعا نعم طبعا مهمة جدا هذه. طيب بدنا نسأل كمان عن بدنا ننتقل كمان شوي لعمان تي تي أو عمان تيك تيوزداي أو هو بالعربي بالضبط شو اسمه ثلاثاء عمان التقني ثلاثاء عمان التقني. بس قبل ما ننتقل لثلاثاء عمان التقني بدنا نسأل سؤال عن الشركات الموجودة في الأردن للسوشيال ميديا اللي هي متخصصة فقط إنه مثلا أنت عندك مشروع بدك تفتحه بتروح لهاي الشركة بيروجوا لك لإله من خلال فيسبوك من خلال تويتر إلى آخره. عم نشوفهم كترانين هاي الشركات. هل هاي الشركات ناجحة باللي بتقدمه؟ بتسأل الشخص الغلط بس لا يعني كتجربة بسوشيال ميديا يعني انت لا. حتى يقال من زين التلاوي عرفت انه لقبك ابو السوشيال ميديا بالاردن. ابو السوشيال ميديا صح زينة كبيرة شوي صح. اعتقد انه عندنا شركات السوشيال ميديا للأسف السوق عندنا صغير شوي مش خصب يعني شركات اكثر من ما يحتاج السوق. لا 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 السوق عندنا شوي مش خصب زي مثلا سوق الخليج او سوق ثاني. فعندنا سوق شوي صغير شركات السوشيال ميديا شوي صغيره مش كتير بس هلا عم بيطلع اشخاص انه هم بيحكوا انه ممكن يسووا لك الخدمه هذه. للاسف مش الخدمه اللي بدك اياها انت موجوده بس احنا يعني زينا زي كل بلد لازم نمر بمرحله نضوج لانه احنا يمكن نبدا ممكن شخص او شركه صغيره تبدا بالسوشيال ميديا اداره السوشيال ميديا بشكل عفوي وغير مدروس بس انا متاكد يمكن يتعلموا من اخطائهم ويكبروا ويصيروا ذكاء. طيب راح اروح كمان لفاصل صغير رجعين مكملين راح نعرف عن عمان تيك داي او ثلاثاء عمان التقني راح نعرف كمان عن موضوع كتير مهم الاباء كيف لازم يتصرفوا مع ابنائهم باستعمال السوشيال ميديا. رعاية مجمع ورد للمطاعم. الو الو مرحبا ابراهيم كيفك؟ اهلين سيد ايمن اهلا اهلا. بدي تعمل لي دعاية للراديو أوكي. وتحكي فيها انه مجمع ورد للمطاعم فيه في الطابق الارضي مطعم ورد للاكل الشرقي واللبناني وعن الطرس الصيفي ونوافير المي والشلال والاجواء العائلية وانه في الطابق الثاني في مطعم هارموني للمأكولات العالمية وتحكي عن الستيك والباستا والبيتزا والمقبلات اللي عنا وعن مطعم ايجينيا وعن اكله الصيني والهندي والاسيوي وعن 360 كافيه وتشرح عن الاكل والنكهات اللي من حول العالم والحلويات وما تنسى تحكي عن التواصل وخدمات الكيترينج وانه بنوصل حتى لو بس بايركس وانه بنقدر نعمل اكبر عزيمه بتنعمل وعن قاعات الاجتماعات والمؤتمرات والتجهيزات ويعني هيك فهمت علي؟ طبعا بس يعني كل هذا بدعايه واحده؟ دبر حالك بدي تنزل الدعايه هيك زي ما حكيت لك اياها بالضبط. مجمع ورد للمطاعم للحجز والتواصي وخدمة التوصيل هاتف رقم 06-55-29-100 عمان شارع المدينة المنورة. رجعنا من جديد مع وجهة نظر رقمنا 06-569-0095 ومكملين مع ضيوفنا السيد زامن صفوان والسيد خالد الأحمد ومعنا اتصال. هلو
الو صباح الخير. صباح الورد. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. يعطيك العافية. معك سهى. اهلا يا سهى. اهلا وسهلا. بدي اصبح على ضيوفك السيد خالد والسيد جمال. اهلا نور. الله يعطيكم العافية. يعافيك. بس في عندي سؤالين من فضلكم. هلا بالنسبة لصفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ايام بالاصدقاء بكونوا حاطين مثلا فيلينج انويد، فيلينج لافينج، فيلينج مش عارفة شو. طب لما يحطوا هيك يعني انه بكونوا بدهم يعني يورجونا ايش هم حاسين، او انه بدهم يعني نتفاعل معهم الحزين مثلا، نتفاعل مع المريض. يعني انا مثلا لو اكون مبسوطه مش ممكن احط على الفيسبوك اني انا مبسوطه، يعني هاي بعتبرها انه اشي خاص، يمكن مش كل الناس تنبسط اني انا مبسوطه مثلا. فما بعرف، بحس انه في اشياء ما لازم تنحط على الفيسبوك يعني بهاي الطريقه. طيب هذا السؤال، هذا يعني هو ملاحظه. الثاني اللي هو المهم، هلا الفيسبوك مثلا كيف برضو انه في ناس بحطوا البروفايل تبعهم صور خادشة جدا للحياة. يعني هذيك المرة بتفاجأ في صفحة تفاعلية كلنا نشترك فيها موجودة، بس ما بدي احكي اسمها، يعني كنا عم نحكي بنقاش عام، وفجأة دخل واحد حط تعليقه وكان حاطط صورة يعني اشي لا يصدق، مقززة جدا، وما كانوا عارفين الادمن، ما كان متابع، وعدني بعت له يا ادمن مشان الله ايه هاي الصوره مش معقوله، بعدين انتبه وشالها وعمل بلوك. طب هلا الفيسبوك كيف بيسمحوا انه تنحط صور بروفايل خادشه للحياه؟ يعني المفروض يكون في كنترول وما يسمحوا بهاي الصور. طيب شكرا لكم. اهلا اهلا سهى. اهلا وسهلا فيكي. شو بالنسبه للصور، ممكن نمنعها ولا ما نمنعها؟ مرجونا نحكي على الحريه. هلا الفيسبوك معطي الحريه للاشخاص للمستخدمين، وبرضه الحريه بانه التبليغ عن الصوره هذه، فمعطينك هم الاداه والمعرفه كيف انك تبلغ. بس الحريه مش تحط اي صوره، كمان في صور خادشه للحياه هذه ممنوعه. بعرف. فانت هلا لما نزلت الصوره هذه كل قارئ ممكن يكبس على الزاوية باليمين فوق على المثلث ريبورت، ويسوي لها ريبورت إن هاي صورة الخادشة بالضبط. هم أول ما يوصلهم كذا أليرت من كذا شخص بيسووا لها إيه، يعني هاي بكون أوتوماتيكياً فلترة، بيجي شخص بيشيل الصورة من الفيسبوك. أعتقد هي بتتكلم عن البروفايل بيكتشر، يعني هو عمل كومنت وطلعت صورة البروفايل في أوكي. فهذه برضو من الأشياء اللي غير مسموحة في فيسبوك. غير مسموحة لكن موجودة، بتاخذ وقت لما تنشال. صحيح. يعني هي لازم احنا نعمل ريبورت عليها كأشخاص مستخدمين للنتورك. يعني ما نطنش. لا. للي بتزعجه الصورة. لا. أي شيء بيزعجك لازم تعمل، سواء على تويتر أو على فيسبوك لازم تعمل ريبورت. حقك بما أنك مستخدم. طبعا. طيب بما أنك مستخدم، لكن في مستخدمين جدد اللي هم الأطفال، حكينا قبل الفاصل بدنا نحكي عن ماذا يجب أن يفعل الآباء للأطفال بالنسبة لاستخدام السوشيال ميديا. وفي عندك وثيقة حكيت لي. أنا عندي وثيقة من وزارة التربية في نيويورك بتوزعها على كل آباء في المدارس الحكومية. مترجمينها بثمان لغات، أنا عندي الدوكيمنت اللغة العربية. في ثلاث أربع نقاط بدي بس أقرأهم. هم عبارة عن سؤال ناقش الأمن والسلامة عند استخدام الإنترنت مع طفلك. ناقش طفلك باستمرار في آداب استخدام الإنترنت وقواعد الأمن والسلامة. ذكر طفلك بعدم قيامه بإعطاء رقم هاتفه أو عنوانه أو أي معلومات هامة أخرى دون الحصول على موافقتك. أوكي. وهذه أكبر مشاكل بتصير في السوشيال ميديا، إنه الأطفال بيتعاملوا لأنه بيكون عاملين ببساطة، ببساطة وبيعطي رقم تليفونه وبيعطي عنوان البيت أو بيعطي يعني أو حتى بيعطي إنه وين موجود في المكان اللي هو فيه الآن. أن يتواصل فقط مع لحظة، نتواصل فقط مع الأطفال، مع فقط مع الأشخاص الذي يعرفهم. اسمح لطفلك أيضا بخلق استقلالية على الإنترنت تماما كما يبدي استقلالية متزايدة في عالم الواقع. يعني طب سؤال هون، هل لما نعمل، لما نخليه يعمل استقلالية على الفيسبوك زي الواقع، ما بنخليه يروح للعالم الافتراضي أكتر كطفل؟ يعني بدك تحاسب أنت الوقت اللي بيشتغل عليه على الكمبيوتر أو بيكون موجود فيه متواجد فيه على الكمبيوتر أو على الموبايل. يعني هذه بدها عادة تنظيم وقت الطفل نفسه، انه مش كل وقتك يكون على ساعه ساعتين باليوم. كثير يعني زي ما كان بيلعب زي اذا كان بيلعب على فرضا الاكس بوكس او في وقت معين في اليوم، فنفس الشيء بيكون الانترنت او لكن التواصل. لكن احنا نحكي اطفال كمان، يعني العمر 16 سنه يعتبر مراهق وطفل. صحيح. لكن يعني موجودين التليفونات معهم 24 ساعه.
ما بتقدر هالايام تيجي تحكي لحدا عمره 15 سنه ممنوع تمسك تليفونك غير ساعه بنهار او ساعتين بنهار. بدك تراقب انت هذا الموضوع، بدك يعني تراقب. بدك تكون انت متابع شو اللي بيكتبه الطفل على المواقع هذه لازم تكون تعمل له فولو او تكون صديق له، صديق كصديق فيسبوك. وانا كمان قريت انه كمان لازم هو يعطيك الباسورد كمان، انك انت عندك الحريه انك تدخل على حسابه باي وقت تشاء. هاي واحدة. بالنسبه للموبايل لازم انت عندك تحكم بالواي فاي اكسس. فمثلا انا عندي الاطفال عندهم موبايل بس لا انا بعطيهم الواي فاي اكسس لساعات معينه بتفق عليها انا وياهم. طيب وشو كمان الوثيقه بتحكي؟ في نقطه، اطلب من طفلك ان يعلمك ان الاطفال اليوم يجدون التعامل مع الاجهزه الرقميه وهم في الغالب اذكياء من ناحيه التكنولوجيه. هذا واقع يعني. اطلب من طفلك ان يعلمك كيفيه استخدام موقع وسائل الاعلام الاجتماعيه. على سلوكيات طفلك الاجتماعية المفضل لديه وناقش معه. تعد هذه الطريقة رائعة للتفاعل السلوكي مع الأطفال، يعني تخلي الطفل هو، في بعض الآباء يمكن ما يعرف يستخدم فيسبوك فممكن يطلب من ابنه تعليمه مثلا انه يتعلم عشان يتعرف على هذه الشبكة ويكون ملم فيها. في نقطة مهمة هنا جدا، ساعد طفلك في خلق سمعة إيجابية عبر الإنترنت. أن السمعة الطيبة على الإنترنت تعد مهمة للنجاح الأكاديمي والمهني والاجتماعي. شجع طفلك أن يكون محترما ويتواصل بإيجابية مع مجتمع الإنترنت. وضح له أنه من الصعب إزالة المحتوى المزعج أو المثير للجدل. وهاي حضراتكم التنين أكدتوا عليها الإيجابية. لازم تكون مستخدم إيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي. هي الإيجابية بتجيب إيجابية يعني. تمام. بدنا نروح لعمان تي تي. أوكي. وهو عمان تيك تيوزدي. هذا المشروع اللي أنشأته حضرتك بالتعاون مع أشخاص تانيين، سيد زامن صفوان، يعني تحكي لنا عنه أكثر. شو لما عمان تي تي شو هو اللي عم يسمعونه هلا؟ يعني معرض، هو تجمع، هو ندوة شهرية. صار لنا 4 سنين الآن بنعملها، أول ثلاثاء من كل شهر. الفترة الأخيرة بدينا نعمل كل شهرين ندوة. الندوة بنختار فيها موضوع معين مهتم بالتكنولوجيا. بنجيب 3 أو 4 محاضرين بيحكوا عن الموضوع هذا لمدة ساعة، ونفتح نقاش عن الموضوع هذا لمدة ساعة. بيكون عادة بدأنا في جامعة الأميرة سمية وجامعة الأردنية. الآن بنعمل الندوة هذه شهريا في مركز زارة. ندعو عليها أشخاص. القاعة بتتحمل من 300 إلى 500 شخص. نناقش مواضيع كثيرة من ضمنها التواصل الاجتماعي. شو الفائدة من عمان تي تي؟ أنا لما بدي أحضر شو بدي أخرج بنتيجة؟ هي نشر التكنولوجيا، بس نشر ثقافة المواضيع اللي بنختارها. بنحاول نركز على موضوع معين، نوضح للناس كيف استخدامه أو كيف تطبيقه في الواقع، كيف تهيئة البيئة اللي بتقدر تشغل فيها التقنية هذه. تمام. طيب ممكن يستفيد أصحاب مشاريع من عمان تي تي؟ يعني حدا بده يجي يعمل مشروع؟ ممكن. احنا بعض الأوقات بنستضيف سبونسر أو شركات بتكون داعمة لعمان تي تي، بيعرضوا منتجاتهم الجديدة، منتجات تكنولوجية، منتجات تكنولوجية بتكون فيها تقنيات جديدة أو بيتكلموا عن جزئية معينة من التقنية هذه. وهذول طبعا الأشخاص الداعمين بيساعدوا ثلاثاء عمان التقنية أنه يعمل ندوات شهرية، لأن احنا بنعمل الدخول لهذه الندوة مجانا، فمتكفل بكل تكاليف الندوة. وبعض الأوقات نحتاج إلى داعمين من الشركات المحلية أنه تساعد هذه الندوة على الاستمرار، واستمرنا ل4 سنوات إن شاء الله تستمروا للأمام كمان. طب اللي بيسمعنا وحابب يعرف المواعيد وكيف يحضر عمان يتابع تي تي. صفحة عمان تي تي في فيسبوك، اسمها عمان تي تي، عمان تي تي في فيسبوك أو ثلاثة عمان تقني. هي facebook.com/عمان تي تي، فيها كل التفاصيل. في عندنا يوم 21 ندوة عن developers، مطورين جوجل. هنتكلم عن بعض الأشياء في البرامج اللي تستخدمها جوجل لتطوير البرامج، وفي ناس مختصين بهذا الموضوع. حيكون في 3 أشخاص، والحضور مجانا. والحضور مجانا. طيب بدي أسأل السيد خالد هون سؤال.
تقريبا أخير، اللي هو كيف ممكن أنا أستفيد كصاحب شغل من مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنت عندك مشروع اللي هو ما حكينا على فكرة عنه، اللي هو دي جي أرابس. دي جي أرابس شو هو؟ دي جي أرابس بقدم تدريب واستشارات بمجال الإعلام الاجتماعي. مجال الإعلام الاجتماعي. نعم. مثلا أي شركة أو أي شخص عنده منتج أو مشروع أو مؤتمر بده مثلا يشهره ويكبروا، ممكن انا اساعده كيف ارسم له خطه واستراتيجيه واداره انه كيف يتوصل للعملاء اللي بده اياهم او للهدف اللي بده اياه. طيب مثلا شخص بده يطور شركته. نعم. بده يطور شركته من خلال السوشيال ميديا، يعمل دعايات، هل يفضل انه يروح لشركه مختصه ولا يفضل انه هو يتعلم لحاله؟ هلا هو ممتاز لو بتعلم لحاله. إذا هو لقى تدريب إنه كيف يدير الإعلانات على الفيسبوك لحاله، ممتاز. وبالذات إنه الفيسبوك عمل موضوع الإعلانات سهل جدا إنه ممكن أي شخص يديره. بس هلا صار فيه شوية يعني عشان نسوي إعلان عادي إني أنا بدي أوصل المنتج هذه للناس اللي بالأردن بأعمار معينة باهتمامات معينة، سهل جدا وبعطيك البادجت، بتحط انا بدي اياه مثلا $100 من هون لثلاث ايام او من هون لاسبوع. هذه سهله جدا. هلا في كمان شويه تريكس ومهارات يعني زياده ممكن يتعلمها، اما من مراقبه فيديوهات على مثلا اليوتيوب او من او من أو من اسئله او من ورشات تدريبيه. بس هو بالنسبه لسؤالك الاعلانات على الفيسبوك سهله جدا، ممكن اي شخص يسويها كبدايه، بس لازم بعد تدريب. لازم بعد تدريب بس. نعم. يفضل انه مثلا السؤال برضو ما تجاوب عليه، انه هو تروح لشركة ولا انت لحالك، شو الاحسن؟ اوكي. إذا يعني انت لحالك تروح مثلا تاخذ دورة تعرف كيف تتعامل مع مواقع التواصل. نعم. الاجتماعي، يفضل هيك ولا انت ريح راسك وروح على شركة تخدمك احسن؟ انا هلا اذا انت عندك المهارات الكافية والوقت الكافي ممكن انت تسويه لحالك. انا دائما بحكي دائما يعني اجابة لسؤالك، روح مع شركة بس لمدة قصيرة أو لمدة طويلة. هذا برجع لك إليك. تمام. بنشكركم جدا على وقتكم. شكرا. السيد خالد الأحمد والسيد زامل صفوان شرفتونا وأنسونا على هوا راديو فن. بنشكركم على وقتكم، وإحنا الساعة الثانية رح نكون مع الاستشارية نسرين خوري، رح نحكي أكثر. وعرفت أنا صديقتك سيد خالد. أكيد نسرين. رح نحكي أكثر عن موضوع السوشيال ميديا ونفسيا شو ممكن تعمل فينا. ويا بي شو رح